وتعبروا عن آرائكم، وممكن بس نعطيكم مواضيع معينة، وكل ما تقدمنا شهر بعد شهر إن شاء الله أنتم بتكونوا متمكنين إنه أنتم تديروا الاجتماع، وحيكون في دورية بيناتكم مين رح يستلم إدارة الاجتماع. لهلأ اليوم أنا اللي رح أستلم إدارة الاجتماع، وبحب إنه أول شيء بدنا نفكر مثل ما فكرنا الاجتماع الماضي بموضوع معين، محور معين. وإذا بتتذكروا، مين بحب يذكرني الاجتماع الماضي شو كان محور اللي حكينا عنه؟ بدينا بشغلة، بدينا كنا عم نفكر بشيء معين، سألتكم سؤال وكلكم جاوبتوني عليه. إنه الإنسان لازم يشكر نفسه، أو إنه شيء بحبه بنفسه. يسلم. وما بعرف مين حكى. أحمد. طيب. أحمد غروب. تمام، حكينا عن الامتنان والشكر، إنه كيف واحد يكون دائما عنده، يكون بسموه attitude of gratitude، يعني إنه الواحد يكون دائما ممتن لنفسه ولغيره كمان، ويكون إيجابي بهذا الشيء. هاي الشهر حنبدأ بفكرة تانية. Actually قبل ما أبدأ بهاي الشهر بدي أسمع منكم، مين بعد الاجتماع الماضي، يعني مين أثر عليه هذا الشيء وكيف طبقه؟ إنه الموضوع اللي حكينا فيه اللي هو موضوع الامتنان، مين منكم قال والله هذا الشيء عجبني إنه وبلشت طبقه؟ ما حدا. سكر بلا ما نحكي اليوم. طيب مو مشكلة، يمكن كان جديد عليكم من هلأ ورايح. إذا حكينا بموضوع بالبداية، بتمنى أنه الكل ياخده بعين الاعتبار ويجرب يطبقه خلال الشهر، ويجي الشهر اللي بعده مستعد أنه يحكي شو كان تأثير تطبيق هذا الشيء، إيجابي سلبي، عجبه ما عجبه، قدر يعمله ما قدر يعمله. فياريت الشهر القادم تكونوا جاهزين باللي بدنا نحكي فيه. اليوم المحور تبعنا اللي بدنا نحكي عنه، إن لسه عم يدخلوا الشباب، فيمكن أعطيكي shared responsibility رشا، بس ما عم بلاقي. هيك أنا هذا اللي عم قلك، لأنه يبدو في مشكلة بالرابط، فأنا عم ببعث لهم على الواتساب الرابط اللي بعثت لكم إياه مشان ينضم لنا أكبر عدد منكم. مرحبا، أنتوا مستخدمين الرابط الغلط أصلاً، ما هو هذا الرابط. Reoccurring meetings ما بتزبط بال personal ID تبع رامي، حصلاً يكون غير رابط. فالكل بيكون عم يفرح. أنا لأنه كنت عم جرب أدخل وقال الهوست can't register، فيعني ماني عارفاني شو هو الرابط أصلاً الثاني. فإذا بدك تعطينا يا شو رأيك أحسن الكل يتموا هون ونبعث له روابط جديدة هذا، ولا نتمنا هون؟ والله يا ريت. طيب فإذا أنس ممكن بس الناس التانيين اللي عملوا registration في مجال نبعث لهم الرابط؟ هلأ رشا أنا عملت معناها لما تسمعي هاي الطنة إنه في حدا بيكون waiting in attendance بس بدك تدخليه على الاجتماع، بتكتب admit، بيطلع لك admit، you just click admit. أوكي نرجع على موضوعنا. اليوم حابة أحكي لكم عن لفترة وجيزة عن ال خلينا نشوفها هاي حتى تساعدني ألا أو رشا بالحديث. بدنا نحكي اليوم عن إنه كيف نحط أهداف، so goals, setting goals الأهداف، والشيء الثاني هو النية intention. فبدنا نركز على النية. بحب إنه يصير بينكم حديث اللي هو حوار بالفرق بين النية والأهداف. بعدين عنا مثل ما قلت لكم ضيف معاز حسني رح يحكي لكم عن مسيرته لمدة 10 دقائق، مسيرته الدراسية مع MIT، وبعدين بيحكي لنا عن عمله الآن كيف عم يشتغل. وآخر شيء بدي أرجع لكم لموضوع النية وشو الأهداف اللي أنتم بدكم تطبقوها من هلأ للجلسة القادمة. بدنا نبدأ بمثل
تمثيليه. في شيء بامريكا نوع من انواع التمثيليات بسموها امبروف. هل حدا منكم بيعرف شو يعني امبروف؟ ما حدا مر عليه. بس تجي تقولي لهم منين اجت الكلمه، هي الامبروف مش امبروفايزيشن؟ تمام. فممكن تمام. عم حاول ارفع ايدي بس مش عم تضبط عندي، مش عارف ليش، بعتذر على المقاطعه. امبروف هي التمثيل، مجموعه من الممثلين وبيمثلوا شيء بدون تحضير مسبق، يعني بيكون شيء مفاجئ، هي ارتجال باللغه العربيه. بالضبط بالضبط. وفي لها قواعد، بس اهم قاعده بهالتمثيل الارتجالي هو انه الواحد يقول، يعني لنقول منصور حكى اول جمله، هو اللي بلش التمثيل. انا الجواب تبعي دائما لازم يكون يس اند، نعم و، يعني فالشيء الاساسي انه ما يكون في تناقض، مو اقول له لا، واللي هو نحن عادة عنا بالحديث، لا خليني أنا أقول لك بالعربي. فهي التمثيلية بتضل ماشية إذا أنت حكيت yes and، فمعناها أنه أي شيء حكاه الشخص اللي قبلك مهما كان غريب ولا يعني مو طبيعي، تقول له نعم و، وتلاقي طريقة أنه تكمل هاي الجملة. فهلأ أنا ورشا رح نجد شوي بس نورجيكم كيف ممكن هي تصير. بعدين بدنا كل وقت ننفصل لغرف، يكونوا شخصين شخصين بكل غرفة، ولمدة 3 دقائق تعملوا هالتمثيلية بين بعض، انه واحد بيطلع بخاطرة. في حدا عم يحكي، عفوا ممكن الكل يسكر المايكروفونز تبعه، واللي عنده سؤال يرفع ايده. ممكن معاز او أنس تقولوا لنا المجموعة كيف يرفعوا ايدهم، في ناس ما عارفين كيف. ولا انا عارفين كيف. معاز رياكشنز، في زر رياكشن، لا رياكشنز مو سامعينك معاز. اول شيء تمام، بس ال كأنه على الزوم تبع الهوست مو مفعل ال raise hand، يعني أنا ما عندي raise hand على الهوست مو لا ليك هاي ألاء رفعت إيده، الكل المفروض يقدر. ألاء رفعت إيده يا مريم. أنا طيب. مو طالع raise hand، ما أعرف ليش. طيب مو مشكلة، فإذا اللي قادر يرفع إيده، اللي مو قادر على الفيديو يرفع لنا إيده لنشوف شو التفاعل. فإذا رح تفضل منصور. عفوا أنا قصدي إنه عندي نفس المشكلة كمان raise hand، عفوا مش عم تطلع، أنا آسف بعتذر. No problem. فأي حدا عنده هاي المشكلة لما يكون في تداخل مداخلة بس يرفع إيده، ورجاء من الكل البقية يسكر الميكروفون تبعه. فهلأ رح نرجع على موضوع الارتجالية التمثيلية اللي بدنا نعمل تطبيق عليها سريع. هذا التطبيق بده يكون أول شيء بيني وبين رشا كنموذج، بعدين أنتوا كل بتكون تنفصلوا لغرف صغيرة وتجربوا. فالشيء الأساسي أنه أنا بحكي شغلة بتجاوبني رشا yes and، تمام؟ أوكي. اليوم الصبح رشا فقت وفكرت انه لازم اطلع واشتغل بجنينتي. Yes and لازم تردي على الايميلات تبعك. نعم، واهم الايميلات انه انا اكون عم بشتغل بجنينة ورفع عن نفسي اليوم من ايام الاسبوع. اكيد، بس هاي وجهة نظرك، بالضرورة في واحد ثاني. ستوب، قلتي اكيد بس طلعتك من الجولة. لا بس انت ما لعب، انت ما شرحتي لنا معناتها قواعد اللعبه. ما هي فهذا اللي كنت عم ما تقدروا تقولوا بس. فالقاعده الاساسيه انه دائما الحوار يكون نعم و، ما يكون نعم بس ولا نعم لا ولا لا وبس، دائما بتقول نعم و. اوكي، وهي الفكره انه دائما تتفق مع الشخص اللي حكى شيء قبلك وتلاقي طريقة إيجابية إنه تكمل الحديث بدون ما تعترض عنه، بدون ما تقول لا،
ويصير في انه انتو اتنين عم بتنافسوا بعض بالحديث، بيضل كتير يمشي الحديث بسلاسة بشكل انه دائما تقولوا نعم و اوكي. فهلأ بدي ممكن نضيف كلمة واحدة بس على الانجليزي راما وبعدك، بس تأكيدا على كلام راما انه مجرد ما يستخدم الواحد كلمة بط معناتها نفى كل ما اتى قبله حتى على مستوى لغوي محض. بتقول انا معك وموافق و بس خلص معناتها وقفت كل شيء انت قلته. فمشان هيك تأكيدنا على كلام راما، بس أنا ما كنت عارفاني أنه هذا جزء من قواعد اللعبة، فحلو أنه كمان نعرفه كريم. تمام، فهلأ نحن بدنا نفصلكم لغرف، وبهالغرف لمدة 3 دقائق، أول دقيقة ونص واحد منكم ببلش وبيقول أول جملة، اللي بعده بيكمل الجملة مع القاعدة اللي هي نعم و، وشو مكان الحديث. ممكن تحكوا عن أي شيء بدكم إياه. بعد دقيقة ونص بتقلبوا، بيصير الشخص الثاني هو اللي عم يعني بيبدأ بجملة جديدة، واللي بعده بيصير بده يكملها، وبيضلوا عم بتروحوا بين بعض بالجمل. واضح؟ في أي استفسار عن اللعبة؟ كله واضح؟ ماني شايفة إيدين مرفوعة. أوكي، فإذا هلأ بدنا نبدأ أنه نفصلكم كلياتكم. ممكن حدا يشرح لي، اللي دخل متأخر بس تدخلوا على غرف رجعوا اشرحوا. نحن عم نعمل مثل التمرين، هذا التمرين هو أساسه طريقة تمثيل بأمريكا اسمها improvisation improv، اللي هي الافتراضية. في قاعدة واحدة أنه لما تكونوا أنتوا اثنين عم بتمثلوا، الواحد بيحكي الجملة، الثاني بيكمل خاطرته بنعم و. فاللي بيستخدم لا أو اللي بيستخدم بس واللي بيستخدم لكن بيطلع من اللعبة، وبترجعوا بتعيدوها مرة ثانية. أوكي؟ فإذا هلأ بدنا نحطكم بغرف ممكن سؤال؟ عفوا، أنا بس لأنه في طلاب عم يحاولوا يدخلوا وأنا ما بقيت عم بقدر أنا أدخلهم، يعني كأنه راح مني يعني عم بسمع الرنة كأنه حدا لازم to be admitted but I can't admit them. So everybody's in. هلأ كل اللي موجودين، يعني هلأ في 30 شخص معنا بالجلسة، لازم يكون في أكثر. شايف مثلا هلأ I heard the ring but I can't عم دخلهم. يلا في عند رفيقتي ما عم تحسن تفوت عن الجروب. تمام، هلا انا بدي اطلب من الجميع بالمستقبل تعوا قبل بخمس دقائق من ما تبدا الجلسه، وان شاء الله منحل كل هالامور التقنيه. اوكي، فاذا هلا بدنا نحط اثنين بكل غرفه، او رح اخليها ثلاثه بكل غرفه، وصير الحوار بين ثلاثه بدل اثنين، وفي 3 دقائق دقيقة يعني بتعملوا جولة لكل شخص. يلا يمكن هلأ اللي باقيين حالياً نحن بغرفة، فخلينا نحن نعمل نفس الشيء، نفس الجولة. بتول وأميمة ومحمد وبتول أمين وعفواً محمد تاني وفاطمة، شايفيني؟ سامعيني؟
ممكن تفتحوا الفيديوز لو سمحتوا. يمكن بتول ومحمد لازم تقبلوا انه تروحوا على واحدة من الغرف اللي موجودة. بتول لازم اجاكي شيء يعني بتول ومحمد حجاج وحنان لازم يكون اجاكم شيء بيقول انه بدكم تنضموا للغرف، فلازم تنضموا للغرف. انسي راما اجتني بس الغرفه فيها 7 اشخاص، حاولت احكي ما يطلع، انا لا صوت ولا اسمي معه يعني ما شافوني خالص مع انه كنت بالجروب. ارجعي جربي هلا كمان مرة تدخلي على الغرفة، هو فيها طلع عدد أشخاص أكثر من اللي أنا توقعته تقسيمي. تمام بس ما رجع جتني رابطة، من وين بتتصلها؟ ما بعرف، هلا منوقف شوي، خلينا نحن ممكن نعملنا جولة. سمر مرحبا. ومحمد جواد أهلين كيفك؟ محمد جواد تمام سامعني محمد؟ هلأ المجموعات كلها سمر يعني منفصلين بغرف، هلأ بعد دقيقة رح يرجعوا من الغرفة، وبهالغرف كلهم عم يعملوا مثل جولة، عم بيتدربوا على improvisation الامبروف. فهلأ بس بدنا كم دقيقة لنرجع ندخلهم على هاي الغرفة. بس انت حنان فهمتي شو الهدف؟ شو صار معكم؟ بس كان أنس بالغرفة في أكثر من 3 أشخاص، كان بغرفتنا كانوا 11 شخص، فما لحقنا بالست دقائق. ما لحقتوا. طب بس كيف كان انطباعك على الجولة؟ لا كانت شغلة يعني كويسة إنه تصير تحكي مع ناس غيرك، إنه تحدوا بعض مين اللي بيضل ومين اللي بيطلع، فما ضل وقت. تمام. زيزو شو رأيك أنت؟ لا كانت هي منيح، بس أنا من أول شيء الحمد لله قلنا بس يعني طلعني طوالي. طيب السيشن الأساسية عم بيرجع الكل هلأ، فعم بسألهم على انطباعاتهم أولية. مبدئيا المجموعة اللي عندي حبيت تقول بس كتير مشان كلهم يطلعوا. فاطمة تفضلي رافعة إيدها، يا ريت الباقي الكل يسكر الميكروفون تبعه. تفضلي فاطمة. أنا كان يطلع يعني ما شاركت لي شارك قطع إلا شوي كان عم يطلع يعني ما أحسن شارك ما بعرف ليش هيك كان عم يطلع كتير. لا ما أحسنت والله. طيب مو مشكلة، بركي بنلاقي طريقة بجولة تانية. مريم من صراط تفضلي.
كمان أنا كنت متحمسة ومجهزة كلام وطلع فجعت لهون. أنه ما لحقته. طيب هاي غلطتي، بركي بآخر الجلسة إذا ضل معنا وقت بنرجع بنعملها كمان مرة. هلأ بين ما يعني نحن يمكن واحد من المشاكل أنه عم بتصير هالكركبة كل أسبوع بالروابط، فبدنا نرتب هالأمور حتى الكل يكون موجود بأول الساعة ورأساً يعني نقدر أنه نتفاعل مع بعض، فأكيد رح نعمل هاي بجولات تانية. فهاي أول تمرين لكم أنه تجربوا خلال هالشهر أي حدا يقلكم شغلة تقولوا له نعم، وبدل ما تقولوا له بس كلمة بس جربوا أنه تلغوها من الحديث تبعكم على الإطلاق. فنعم وهي أول تدريب لكم للشهر. الشغلة الثانية اللي حبيت أحكي لكم عنها هي أهمية النية. طبعاً أنتوا أغلبكم دارس بمدارس عربية ومسلمة وإلى آخره، ودائماً بنحكي على إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بس هل هذا الشيء أنتوا فعلاً كتير متمكنين فيه وفهمانين قديش قوته؟ في كتاب أنا قريته بأمريكا لكاتب أمريكي اسمه وين داير، بيحكي بعلم النفس وعلم الاجتماع، وبيقول إنه أي شيء بينوي الواحد فيه له أثر على الكون إجمالاً، وممكن إنه هذا الشيء يتطبق إذا الشخص تدبر بهذا الموضوع وفهمه عن جد. وفي للنية قواعد إنه أو مو عفوا قواعد إنه طباع أو شو يعني طباع للنية بتتمثل ب سمات أو مواصفات. تمام، مواصفات بتتمثل بالإبداع، إنه 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 مثلاً الواحد ممكن ينوي على الإبداع، يعني إنه الصفات الإيجابية للنية بتتطبق وكمان تتضاعف. فالواحد لما يكون عم ينوي على شغلة يكون يفكر إنه أوكي كيف أنا ممكن إنه تكون الشغلة اللي نويت عليها فيها إبداع، لأنه هذا بيساعدها إنه تتطبق وتكبر، إنه يكون فيها عواطف إيجابية، حب، جمال، لطف، إنه تكون النية كمان نفسها بتعبر عن شيء ممكن يكبر كتير ويتضاعف. ما تكون النية إلي ونفسي وبس، إنه أنا كيف ممكن إنوي شيء يكون له أثر كبير خارج عن نفسي مو بس لإلي، ويكون كمان نفس الشيء اللي تنوى عليه يكون يعني أنتوا عارفين إنه هذا الشيء له قابلية ليتضاعف وكمان له خير ومردود على مجموعة من الناس الكتيرة، وهي الخصائص أنتوا تمثلوها. وآخر شيء إنه يكون أنتوا عندكم خاصية لما يكون عندكم هنية على الأشياء الإيجابية إنه تتقبلوا. فأنا ليش حبيت إنه أعطيكم هذا الأكسرسايز يعني التمرين اللي تمرناه، لأنه كل خاطرة تجي لكم بتصير حديث وكل حديث بيصير واقع، وإذا نحن حديثنا دائماً بس يعني تناقضي للي عم بيصير بالعالم، ممكن هذا الشخص اللي عم يحكي قدامي جاي ليسخر لي شيء أنا نويته أو رده، بس إذا أنا حديثي معه لهذا الشخص دائماً في كلمة بس أو لا أو اعتراض، ممكن أنا أمنع الشيء من أنه يصير لي شغلة أنا نويته أنه تصير لي، لأنه دائماً عم عارض اللي حواليه. لازم تشيلوا موضوع المعارضة وتبدلوه ب نعم و، فتستخدموا و نعم أكثر. في حدا عنده أي سؤال أو مداخلة على اللي حكيته عن موضوع النية؟ وياريت الكل يسكر المايكروفون، لينا عم في كتير ضوضاء من عندك، إذا ممكن تسكري المايكروفون لو سمحتي. في أي حدا عنده أي مداخلة؟ أو الكتاب للي بحب يقرأ وبيقدر يحصل عليه اسمه The Power of Intention،
رشا ممكن تترجم لنا العنوان وممكن يلتقى على النت. قوة النوايا يعني أو سلطة النوايا، بس قوة النوايا. أوكي تمام. وهو الكاتب هلأ بكتب لكم اسمه، منترجم اسمه بالشات ويندو. هلأ بدي وقف وأعطي المجال لمعاز. معاز اليوم ضيفنا، هو رح يحكي لكم شوي عن نفسه. معاز حسني واحد من الشباب اللي شو فلو زميل زميل بمؤسسة الـ VIP Fund، بيشارك معنا يعني ببرنامج عم بيع يعني توظيف، وكمان برنامج الثاني اللي هو انه كيف يأسس الشركة الناشئة تبعه. اجا معاذ من يعني عن طريق احد الشركاء تبعنا اللي هي مؤسسة MIT React Hub. هو رح يحكي لكم شوي عن المؤسسة، رح يحكي لكم شوي عن سيرته الدراسية، وبعدين رح يحكي لكم عن شغله هلأ اللي عم يشتغله معنا. فأنا رح أسكت ورح أعطي الدور لمعاز لمدة 10 دقائق. تفضل معاز. شكراً كثير أستاذ راما. سامعيني كل؟ تمام. أهلا وسهلا جميعاً. أنا كثير فخور أني عم بحكي مع ما أعرف كم واحد صراحة، بس أنه يمكن أكثر من 35 واحد. تشرفت فيكم كلكم. أول شيء أنا اسمي معاذ. يعني من زمان كنت سوريا بدرس هندسة اتصالات إلكترونيات، وانتقلت للأردن كملت دراستي بالأردن. الحمد لله كنت من كان عندي هدف أنه أتعلم من أجل العلم وليس من أجل أني فقط أني أخذ معلومات وما أستخدمها بحياتي. فوقت بلشت دراستي كان يعني كنت أدرس وأتعلم شغلات جديدة by self-learning، وبنفس الوقت كنت بسبب اني كتير ادرس واتعلم عشان افهم كنت اتفوق اكاديميا بالجامعة، فصار مع يعني اخذت معدل فوق ال 95% من بجامعتي بالاردن، بما انه يمكن كل معنا هلأ بالاردن، فانا كنت ادرس بالاردن بجامعة فيلادلفيا، فالحمد لله كنت متفوقين بالجامعة. ودائما كنت حب مجالي اللي هو مجال الالكترونيكس والروبوتكس. درست هندسة اتصالات إلكترونيات مثل ما ذكرتكم، كملت دراستي بالأردن، وكان مشروع تخرجي عبارة عن روبوت بيحكي وبتفاعل مع الأولاد، والهدف الأساسي إنه أنا أبني أدوات تعليمية باستخدام الروبوتكس للأطفال. فبعد هي الرحلة وبعد ما إنه كان عندي هدف إني أتعلم وظل أتعلم لحتى أفهم ووظف علمي لفائدة المجتمع ولفائدة الطلاب الصغار، بسبب أنه أنا بحب هذا الشيء، قدرت خلال دراستي أني أدرب أكثر من 2000 طالب، ولد صغير أو ولد وبنت يعني أولاد صغار بالأردن، ودربت منهم اللاجئين أيضاً عن مجال الـ STEAM Approach أو STEAM Approach اللي هو Science, Technology, Engineering, Art, Math. والحمد لله دربت مع كثير منظمات أو مراكز تعليمية بالأردن. بعدها أجتني منحة من مؤسسة ولي العهد بالأردن عن مجال الابتكار والبزنس، كيف حول أفكاري اللي هي بمجال الروبوتكس والإنوفيشن تبع التعليم لفكرة ناشئة أو شركة ناشئة. وبعدها قدرت طلع شركتي الناشئة اللي هي اسمها إلكتروغامي، هي كومباين بتوين روبوتكس أند أوريغامي، إذا حدا سامع عن فن طي الورق. وبعدها بفضل رب العالمين بعد المنحة من مؤسسة ولي عهد قدرت لقيت فيه هيك منحة للريفيوجي من MIT، من MIT React Hub، هو ريفيوجي أكشن هاب. هي منحة مختصة لتعليم يعني اللاجئين والكمبيوتر ساينس والداتا ساينس اللي عنده باشن لهذا الموضوع، فهنا بيعطوه منحة من MIT 1 year full program. فالحمد لله قدمت على المنحة. طبعا مرينا ببروسس شوي طويلة، كان في عدة امتحانات، في امتحان انجليزي، امتحان رياضيات، مقابلة. فالحمد لله تخطيت كل هالمراحل وتم اختياري من يعني مع كمان 22 لاجئ مبدع مثلكم من تقريبا اكثر من 2000 ابلكيشن.
فالحمد لله أخذ هذا البرنامج. MIT والتيم والفريق تبعه كله إجا للأردن، دربنا أسبوعين كاملين عن الابتكار، عن الداتا ساينس، عن الارتفيشال انتليجنس إذا حد سامع فيه، عن كمبيوتر ساينس إن جنرال. فمن وقتها صراحة حبيت أكثر تخصصي، حبيت شيء يعني اللي عم بعمله إنه يعني المستقبل هو كله فيه كمبيوتر وارتفيشال انتليجنس وانوفيشن بهذا المجال. بس دائما كنت أفكر إنه الأهم من قصة التكنيكال أبروتش، وهي اللي كانت تركز فيها MIT، إنه يكون عندك طريقة إبداع لتوظيف هذا التكنيكال إكسبرتيز لفائدة أكبر عدد ممكن من المجتمع، ويكون عم توصل المعلومات بطريقة مفيدة وممتعة. وفيها كونسبت أكيد أستاذ راما حكيت لكم عن ديزاين ثينكينج والكريتيكال ثينكينج وطريقة الابتكار بالمجال التقني. فكان كل دورات يعني كان البرنامج تبع MIT سنة كاملة عبارة عن عدة كورسات مكثفة على MIT X Pro وموقع EDX من MIT. كان معظم الدروس، يعني أنا حابب أشارككم هالمعلومة، كان معظم الدروس فيها تكنيكال، بس أنتوا عم تدرسوا وعم تشوفوا الفيديوهات من MIT مبتسمين دائما عم تضحكوا، لأنه في المدرس ما عم يقعد يعطي تلقين، يعطي تجارب عملية وبطريقة ممتعة كثير. فمن بسبب هذا الشيء يعني أنا دائما هيك مبتسم ومتفائل بالحياة، لأنه ما درست مع MIT بطريقة تقليدية اللي أحيانا بندرسها بعدة مدارس أو من زمان. فبعدها الحمد لله تخرجت من MIT ويعني حاولت كثير بالأردن كمل بالستارت اب تبعي، بس لقيت إنه الفرصة إنه في فرص أكثر ببلد تاني هي تركيا. وصراحة MIT فتحت لي كتير فرص، يعني بمؤتمر من المؤتمرات اسمه Knowledge Generation أكيد سامعين فيه، هو عن للريفيوجيز. دعتني MIT أنا وواحدة اسمها روبا من طلاب MIT Reaction Hub React Hub إنه نحكي عن قصتنا وقصص نجاحنا كتجارب بهذا المؤتمر. فمن خلال هذا البرنامج وهذا المؤتمر قدرت اتعرف على كثير ناس من كل انحاء العالم، ومنهم كمان الفي اي بي فاند والاي دي سي ادسيد وال وتركيش بيبل. فانا انتقلت لتركيا لحتى ساوي كمل الباشن تبعي تبع الستارت اب تبع الاكسوغامي اللي هي معنيه بالستيم والساينس تكنولوجي انجينيرنج ارتما. ف يعني كم يعني كمان MIT React Hub عطتني internship مع global company مثل الحكمة بالأردن أكيد سامعين فيها للأدوية كبزنس أناليست، وكتتمة شبكتني MIT وربطتني مع يعني أستاذ الرائع معنا أستاذ راما وأستاذ رشا، وربطتني معهم بحيث أنه نكمل بحلمي، كمل بهدفي اللي أنا بلشت فيه بمجال الكمبيوتر ساينس وكيف عم ساوي امباكت للأطفال الصغار. فوقت بلشت مع أستاذ راما حكيت لي عن هدفي بمجال التعليم، وهي عندها أهداف رائعة بمجال التعليم، فدربتني كتير وخلتني ركز على حلمي وهدفي هذا بمجال التعليم. ولهلأ الحمد لله عم طور برنامج مع الـ VIB Fund لتدريب الأطفال مع شركة من الشركاء المشترك يعني شركة الـ VIB Fund، تطوير برنامج لتعليم الأطفال الـ Animation Building بس through programming. ما بعرف إذا حدا بيعرف Scratch Coding. فـ Scratch Coding يعني through Scratch Coding أنا عم علم الأطفال كيف يساو Animation Story based on أيضاً إنه الـ Animation والـ Storytelling والـ والـ Origami Concept. وهذا اللي عم اشتغل عليه مع الـ VIB Fund. فالحابب كمان احكي لكم يا كلكم، ومثل ما حكيت استاذ راما بالبدايه عن قصه النيه، يعني عن جد بدايه كل هالقصص اللي مشيت فيها كانت نيتي انه يعني اول شيء انا لاجئ، انا ما لازم
فكر اني انا اكون لاجئ، انا انسان اخر شيء الي عقل، فيني اطور حالي بطريقه غير محدوده، وبنفس الوقت عندي نيه معينه لازم احطها. انه اول نيه هي كانت انه انسى اني انا لاجئ، بدي ساوي اثر، بدي ساوي اثر مفيد، كل الناس يحكوا لي انه انت مو لاجئ، انت انسان سويت اثر. وهذا اللي كان بدايه نيتي، هذا اللي خلاني اقدر اكمل دراستي بالاردن. يعني انا كنت صراحه اشتغلت كل انواع الاشغال بالاردن وقت جيت على الاردن، بس لا انا نويت يعني اشتغلت مطعم، وبفتكر اني اشتغلت بكثير انواع من الشغل، لكن بسبب اني حطيت نيه بالبدايه انه انا لازم ساوي شيء مميز قدرت اكمل دراستي. ما بدي اشارك القصه طويله كثير، يعني قدرت اكمل دراستي الحمد لله بالاردن، وقدرت بعدين فضل ربع عامين لاني مركز بالهدف اللي هو انا نويت فيه بالبدايه اني ادرس مع MIT. وفضل ربع عامين كمان انا كنت اصلا اثناء دراستي يعني تعرفت على MIT من خلال انه اثناء دراستي كنت ادرس من ماتيريال تبع MIT وليس الماتيريال تبع جامعتي. كنت دائما ابحر على النت وضل احاول اتعلم شغلات جديده وشغلات اكثر، والحمد لله هذا اللي خلاني اجمع معدل عالي بالجامعه. فبنصحكم جميعا اللي عند يعني اول شيء تكون حاطين هدف، ثاني شيء يعني اذا حاولتوا طبعا تحتكوا مع كثير فئات من المجتمع خصوصا الفئات العلميه والمتعلمين، ودائما حاولوا ما تحدوا حالكم بليفل معين من العلم. يعني اول ما تيجي تحكوا انه انا خلص جامعه وخلص انا بدي ادور على شغل، انتوا عم تقتلوا حالكم. يمكن انتوا تكونوا ايام مخترعين شيء مميز بالمجتمع، ف احكوا لحالكم انه انا بقدر، وخلوا دائما ضلوا تتعلموا شيء جديد. وشكرا لكم، يعني ما بعرف شو ليه بس يعني في قصص كثير يعني. شكرا معاذ. بدي اسالك بس اذا ممكن هلا تقول لهم الان انت مع ال VIP Fund شو الشغلتين اللي عم تشتغل عليهم تحديدا؟ تمام. اول شيء تطوير برنامج تعليمي للاطفال خاص بالانيميشن، وثاني برنامج هو مع الشركه مع شركة آيا أنيميشن، وتاني برنامج هو تدريب مدربين عن كيف يعني يكونوا ستيم كوتشز، أو مثل ما أنا دربت أولاد صغار بالستيم أبروتش إدوكيشنال سيستم. إحنا اللي عم ندرب مدربين أو يعني أشخاص ممكن ندربهم يصيروا هني مدربين أيضا ويدربوا أولاد صغار. تمام. فأنت بالمرحلة الأولى مع VIP لقينا لك شركة قائمة تشتغل معاها وتطبق الشيء اللي أنت كتير بتحبه وبتسعى له. الشغلة الثانية أنه أنت هلأ عم تخلق فرص تعليمية، وممكن أي حدا من الشباب اللي موجودين معنا اليوم يقدموا على برنامج تبعك اللي هو تدريب شباب لا يعلموا أونلاين، يعني يعلموا افتراضي لفئة عمرية بين سن 8 و14، بيتدربوا معك، واللي بيحب انه يقدم على هذا البرنامج عندك طريقة انه يتواصلوا معك ليقدموا، ولا هل رح نعلن عنه وهن يقدموا عليه؟ هلا احنا نعلن عنه، ونفس الوقت في فورم ببعت بشاركه معك استاذ راما بتحب تشاركيه، فهن رح يقبلوا الفورم. تمام. فإذا أي حدا بيريد أنه ينضم لهذا البرنامج التعليمي تبعك، في مؤهلات وفي بيان بيقدر يعبي لحتى يشوف إذا بيقدر ينضم لك، صح؟ تمام. أكيد. تمام. أوكي. في حدا عنده أسئلة لمعاز؟ حدا بيحب يحكي مع معاز؟ بدي في سؤال بس. تفضل عمار. كيفك سيد معاز؟ في مركز اسمه شمال ستار بيربد، يختص بالروبوتات وريادة الأعمال، يعني مشاريع متطورة جديدة. في كان قسم خاص للروبوتات، فيك تستفيد منه. اسلموا عمار، شكرا كتير. في حدا عنده سؤال؟ أنا هاي في شغلة كتير بالمسا إنه لعنا بالعالم العربي صعب نميز بين السؤال والتعليق. أنا عم بشوف إذا أي حدا عنده سؤال لمعاز. في حدا عنده سؤال لمعاز؟ سؤال بلاجة. تفضل منصور. منصور تفضل، انت عندك. بدي اسال شو كانت اصعب مرحله مثلا واجهها خلال دراسته لما انتقل للدراسه بالاردن هون، لو يحدثنا عنها مثلا. كان انتقل من سوريا، كان بلش دراسه بسوريا وبعدين كمل بالاردن.
او ماي جاد، سؤال فظيع. انه شو اكثر تحديات؟ هلا احكيكم قصه صغيره مشان احكي لك بعض التحديات. انا كنت بالانجليزي عدم، تمام، شخص بالمره بالانجليزي. فوقت انتقلت من سوريا للاردن اصلا انا ما كنت عارفان انه انا كيف اكمل دراستي. طبعا الحمد لله قدرت اكمل دراستي، بس كانت اكثر مشكله هي انه الدراسه بالاردن بالانجليزي، كل المناهج مناهج بالانجليزي خاصه الجامعات الخاصه. ف بدون اي مبالغه اصدقائي، وبتعرفوا كل واحد وقت انتقل على بلد جديد، يعني قصة مشاكل النت وليجيب نت على البيت وقصص كلها، هي تحديات كثير صراحة واجهتها ما بدي اتذكرها كمان كثير. بس الفكرة انه انا كنت روح على مكتبة الجامعة كل يوم، اقعد هيك على الكتاب تبع المادة، ترجم كلمة كلمة، حاول احفظ الكلام والكلمات الجديدة تبع انجليزي لحتى اقدر امشي مع الجلسات. يعني اصعب مرحلة انه انا بدي احاول كنت اتفوق اكاديميا عشان اقدر اخذ شوي منحة واقدر يعني اقدر كمل بدراستي، وبنفس الوقت افهم لاتعلم، وبنفس الوقت انه في عندي مشاكل هي اللغة الانجليزية. فاصعب مشكلة هي واجهتها انه الاشياء اللي داخلي هي انه الاكسبيرينس تبعي من ناحية اللغة الانجليزية. هلا من ناحية ثانية انه تواصل مع الناس، لا الحمد لله كنت انا منيح بالتواصل مع الناس، و لو كنت ما لي اجتماعي كمان كنت ما سببت هالنجاحات كلها. فمن المشاكل الاولى هي اللغه، كانت كتحدي كبير يعني لي. طيب من ناحيه اللغه لسه كمان بتواجه مشكله باللغه، كانت صرت بتركيه فكمان لغه جديده كمان. ما هو انا بطلع من المشكله بفوت مشكله ثانيه. الفكره انه شو اسمه بدي احكي لك اياه، انه انا باخر فتره بالاردن حسنت بالانجليزي بشكل خرافي، لانه كنت عم بشتغل مع انترناشونال كومباني ومع اكيد. فاخر شيء صاكني المطاف لتركيا، وقت رحت على تركيا وبلشت احكي مع ناس بيحكوا انهم فظيعين طريقه لغه انجليزي صينيه، وانا صرت مثلهم للاسف. فتعرفت على استاذ هما بالوقت اللي انا صرت احكي فيه لغه انجليزيه صينيه. فالحمد لله على كل شيء، بس انه هلا يعني الواحد لازم يضل يتعلم. يعني أجد إذا ما واحد خلص حط سقف معين، يعني أنا كنت عم بشغل بالأردن كإنترنشيب وكنت مدرب وعم ساوي كتير شغلات، بس مو هذا هدفي. هدفي هي في عندي هدف إني ساوي أثر ونفس الوقت ساوي ماي ستارت أب وبمجال وشي أثر بمجال الروبوتكس، عندي فكرة. فما وقفت بمكان معين، حتى لو بدي غير المكان وواجهت كتير تحديات وقصص، بس بدي اتعلم. هي عم تتعلم اللغه التركيه، وان شاء الله ما تتاثر على اللغه الانجليزيه وبصير احكي معكم تركي فما حتفهم علي شيء. بس يعني منصور، بس هذا منصور لفائدتك وفائده الشباب والصبايا البقيه. يعني في مقوله بتقول انه اذا انت ما عم تشتغل خارج النطاق المريح لإلك وما عم بتواجه تحديات، معناها انت ما عم تتعلم. فالواحد دائما لازم يسعى انه يكون عم بيشتغل خارج النطاق المريح لإله، والا اذا شفت حالك مرتاح عارف انه كن على يقين انه انت ما عم تتعلم، وقف، بلش يخمج العقل. بحب كمان لكم في شغله، يعني انا هلا 3 اشهر اللي مضت اشتغلت عن قرب مع معاذ، لانه هو يعني صار زميل بالفي اي بي فند، واخترناه من بين شباب كثيره بتقدم لها المنصب، وعم نشتغل مع بعض عن قرب. والضغط اللي عم حطه على معاذ يمكن كتير صعب أي حدا يتحمله، بس لأنه ما شاء الله عليه كتير إبداعي، ولأنه كتير عنده positive attitude يعني إيجابي، بيتقبل الانتقادات، بيتقبل التوجيه، بيتقبل شو ما عطيناه بيقول لك اوكي مو مشكله، بتفاعل معه. وبظرف شهر ونص قدر انه يطلق برنامج تعليمي للاطفال، هو اشتغل عليه من 0 ل 100 ومع فريق جديد، وكل الفريق افتراضي اللي بيتعاون معه، وكل الفريق يعني اكبر منه سنا واكثر منه علما، وهو عم بيركض ليلحق انه يكون معه. والشيء الأعظم من هيك بالنسبة إلي إنه هو جديد على تركيا، كان يعني لسه جديد داخل على البلد،
فعنده هاي المشاكل انه عم بيجرب يتعامل معاها بوضعه الحالي بظرف الكورونا. والاعظم من هيك انه يعني والده الله يرحمه توفى، فهذا ظرف خلال هالفتره كلها مع هذا وكله بيجي على الاجتماعات بشوش ايجابي، بلاقي دائما حلول انه يتفاعل معها. ويعني من اعظم الناس اللي انا تعاملت معاهم، وبتامل انه الكل يعني يتواصل معه ويتعرف على الشخصيه، لانه اكيد رح في يوم من الايام نقول انه كنا نعرف هذا الشخص، لانه رح يكون عنده شيء اثر ابداعي مثل ما ذكرنا. الاء تفضلي عندك سؤال. عندي سؤال لمعاذ، كونه مريت بنفس تجربته لمعاذ، انه وقت اللي جيت لهون كان عندي كتير مشاكل، ومن انا صغير كان عندي رؤية كتير، يعني عندي ميول للطب وبطمح طموح كبير للطب اني اعمل شيء يعني يساعد في الناس، انه شغلات بالطب مميز يعني. فكان اكتشفت انه لازم اتعلم انه كذا لغة، حطيت بالي كذا لغة وطور مهارات كتير غير الطب. فأنت بتأيد بهذا الشيء؟ يعني مثلا كنت حاطة ببالي 7 لغات، تعلمت الإنجليزي لحالي وبعد عن طور حالي بلغة تانية، طورت مهارتي بالرسم مع أنه هي بعيدة كتير عن الطب، بس أنه عندي موهبة معي يعني خلقت معي، وفي كذا موهبة تانية يعني بقرأ كتير بعلم النفس هيك. يعني أنت بتأيدني بهالفكرة هاي؟ يعني كفى فيها، مو ضروري ركز بس على الطب، تكنولوجيا مثلا متعلمه. شكرا كتير لسؤالك. حابب أحكيكم قصة كمان على هذا الموضوع. انا كنت درست اولاد صغار، تمام، والاولاد صغار طبعا هدول طلاب يعني صغار، ما عاد صاروا صغار، كبروا يعني ما شاء الله عنهم. فكانوا هدول طلاب اهليهم ياخذون لمراكز تدريبيه بمجال هذا الستيم ابروتش اللي تكون عليه، ويتعلموا روبوت ويشاركوا مسابقات ويتعلموا برمجه ويتعلموا ارت ويتعلموا اوريجامي ويتعلموا لغه وحلول بالرياضيات، فيتعلموا كثير شغلات. اخر شيء في طالب من الطلاب يعني هدفه وحبه للإشي كمان هو حبه بمجال يعني الطب، لكن رغم هذا الشيء عم يتعلم عدة أشياء يعني من صغره، فصار هلا فات على الطب، يعني عنده experience بالinteraction مع الناس، عنده team working skills اللي بقناها من التعلم هذا العدة multi skills عنده، صار إنه إذا فات بمجال الطب طيب، وأنا فتت ودرست مجال الروبوتكس، فصار عنده يعني مشروع من صغره، هو عمره 18 سنة ابتكر مشروع بمجال الطبي بس له علاقة بالروبوتكس والمجال الطبي. فاللي بدي احكي لك انت عم تساوي كتير ممتاز انك تعلمي اكثر من شغلة واكثر من لغة، هي شغلة اللغات هي مفتاح للتواصل مع الناس، هذا الشيء بيخلق لك علاقات وبيخلق لك انك تتعلمي من ناس كتار وجداد. نفس الوقت شغلة تانية هو موضوع انه انت مجال طب كثيري، مجال ايه مجال طب كتير حابة الطب، ممتاز. انت عم كمان عم تدرسي مجال الارتس، ممكن يعني هي سكيلز اللي عم تتعلميها، ويوم من الايام حتشوفي كيف انت لحالك المخ الداخلي تبعك حتشوف حاله رح يقول لك اوه انا بعرف هي الشغلة وبعرف هي الشغلة، خليني اربط بيناتهم. وهيك سو يعني طلابي، وانا انبهرت صراحه بالطلاب الصغار، يعني تخيلوا اعمارهم 17 سنه 18 سنه بس بسبب انه فتحوا باب التعلم لعده اشياء قدروا يبتكروا وياخذوا جوائز ويعني فما حدا يوقف عن نقطه معينه انه خلص انا بدي طب وبس اتعلم طب. هذا الشيء يعني حلو، بس المالتي سكيلز واللغات انا بايدك، واذا بدك تعلميني لغه انا معك. علميني اي لغه انا جاهز. اوكي شكرا كثير. لا هلا مو كل المواهب انا مطورتها، بس انه عم حاول انه بسبب الظروف واجهها لا اقدر اوصل لكل شيء بدي اياه. هلا اكثر شيء انا بحسن ابدع فيه هو الرسم، اخلق شيء جديد بالرسم. بقرا كثير كتب. طيب خلينا أدني على التدريب المدربين، بركي تكوني مدربة يوم أيام بمجال السنين، لأنه يعني الرسم والأشياء اللي عم تدرسيها كيف بتفيد الأنيميشن؟ ما هو هيك إنه أنا بدي مين يدعمني بهالقصة هاي، بس إنه حد يساعدني يوجهني بهالقصة هاي، بس أنا كتير حاب أتعلم كتير شغلات، يعني في كتير بحب العلم وبحب تجرب كتير شغلات اشي، يعني ما بدي الطب، بحب اجمع بين الطب البديل والطب العادي،
وانشر وعي بالطب كثير، هيك عرفت علي شلون. هو الهدف الرئيسي بس في ميول تاني انا بدي اركز عليها. تمام، يعني خليك على تواصل ومضل على تواصل. تمام، يعني باي شيء انت فيكم يعني. اوكي شكرا. شكرا لك معاذ انه شاركت المجموعه. بعرف هلا عندك تدريب لازم تروح عليه، ف بعد هاي الجلسه بنبعث لكم رابط لتقدموا على هذا البرنامج، وكمان انه كيف ممكن تتواصلوا مع معاذ على منصه سلاك. شكرا لك كثير معاذ. هلا بدي كمل معكم كم دقيقه لانه بلشنا متاخرين، فبس بدي ارجع لموضوع اللي ذكرناه انه اول شيء هو الموضوع النيه، وثانيا شفت حدا ذكر انه شو الفرق بين النيه والاهداف. هلا النية أنا بنوي شيء ممكن يكون خارج عن قدرتي الآن، يعني أنا مثلاً ناوية أنه إن شاء الله يكون عنا نقدر ندعم عن طريق أدسيد 6,000 طالب، أو مو ندعم، نحن اللي عم نعطي مصاري، نحن عم نساعدكم أنه تعملوا حملات والناس عم تدعمكم. بس أنا النية تبعي أنه نوصل لدعم 6,000 شاب وصبية عن طريق هالمنصة. الأهداف غير ولازم تكون كتير محددة، تمام؟ فأنا هدفي خلال شهر جولاي القادم، شهر السابع، أنه نحن نضيف 20 حملة على المنصة. فالهدف لازم يكون بيقولوا سمارت، وهي كل حرف من هالأحرف إلى معنى معين. أول شيء لازم يكون سبيسيفيك، يعني مخصص. ورشا بركي بتقدر تحط لكم الترجمه لكم اياها بسرعه. تمام، قابل للقياس، قابل للتحقيق، واقعي وحسن التوقيت. بالضبط. فاذا انا لما بقدم على 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 هدف اني اقول انه انا اليوم هدفي انه اعمل اجتماع لاكبر عدد ممكن من الطلاب السوريين، طب اوكي ممكن اونلاين اعمل اجتماع افتراضي، بس هلا بعصر الكوفيد مو طبيعي انه انا اعمل اجتماع، فتوقيته غلط، فلازم يكون توقيته صح. رياليستيك، لازم يكون واقعي الهدف، انه شيء بقدر انا انه احققه. لازم يكون ممكن اتشيفبل، انه غير انه واقعي، ممكن بالمده الزمنيه اللي انا حددتها اقدر انه اعمل هذا الهدف. فمثلا انا عندي هدف ثاني بجولاي انه انا بدي اكتب اول نسخة من كتاب أنا ناوية أنه أعمله. أول نسخة، مو أنا بدي أنشره خلال جولاي، بس بدي أعمل أول نسخة. measurable، أنه كمان دايماً فكروا كيف أنا بقدر بآخر الشهر أقول قدرت حققه أو لا، ما يكون مفتوح هيك الهدف تبعي. أنه أنا بدي أعلم أطفال، كم طفل بدك تعلم وإمتى بدك تعلمهم، لازم يكون هاد. وspecific، أنه كتير محدد. فبعد هالشغلة بتأمل منكم، يعني بعد ما حكيت لكم انه هاي السمارت اوبجكتيفز، بتأمل منكم انه انتم من خلال شهر جولاي تفكروا تنووا على شغلة وتحطوا هدف تقدروا بالشهر القادم لما نجتمع تعطونا الفيدباك انه شو صار معاكم. ومو بس الشهر القادم، بريد يعني انا كواجب لكم بعد هالجلسة انه انتم يوميا تنووا على شيء. أوكي؟ ممكن تعيدوا نفس الشيء، ممكن يكون في نية لشيء جديد، وتكتبوا هاي الشغلات اللي عم تنووا عليها، مش بس تحكوها ببالكم، تكتبوها كمان. وبتأمل كمان إنه تحطوا هدف للشهر بالكامل، فكروا فيه شوي وبتدبر وحطوا هذا الهدف ويكون سمارت مثل ما ذكرنا، وتحكولنا عن التقدم تبعكم عن طريق مدونات ننشرها على منصة أدسيد. إن كانت المدونة فيديو بسيط إنه أنا هذا الهدف اللي حطيته، وكل فترة بعطيكم، كل أسبوع بعطيكم أنا وين وصلت بالهدف تبعي، أو إنه تحطوا صور بتورجوا كيف عم بينمي الهدف تبعكم. مثال بسيط كتير، يعني أنا كتير مغرمة بالطبيعة وبالزراعة. هلأ عم بعمل مثل جنينة صغيرة برا عندي اللي هي عم بزرع فيها بندورة
وهالشغلات. فلتشوفوا انه كيف انا مثلا بعمل ريبورتينج، بحكي على الهدف تبعي انه اول بندورايتين طلعوا بجنينة تبعي صورتهم. فهي مثل بسيط جدا انه كيف انا عم ورجي الهدف تبعي تبع الشهر للناس اللي انا بتفاعل معاهم. بدي وقف هون وشوف هل حدا عنده اي اسئلة او مداخلة، ممكن سؤال ممكن مداخلة. تفضلي ألاء. هو الأهداف اللي نحن لك بدنا نحطها، أنت بتقصد إنه أهداف شهرية مو هدف أساسي، يعني مثلاً بالدراسة أو هدف أساسي بإشي، يعني أنا بريد نبلش أنواع من أهداف الهدف حددين اللي... أي هدف. أنا بحب إنه هذا الشهر تحطه هدف شهري، إنه أنا خلال هالشهر بدي أقدر أطبق شغلة، وممكن يكون جزء من الدراسة أو ممكن يكون شيء خارج عن الدراسة. أي هدف يعني. تمام. أوكي شكرا. حدا عنده سؤال تاني، مداخلة تانية؟ اليوم ما سمعنا من بشار على الإطلاق. بشار عادة أنت وعمار صابوني عندكم تفاعل شوي. راما بدنا بلوج. بعتذر بس. تفضل. بعتذر بس بداية كركبت شوي من النت ويعني تأخرت حتى دخلت بنص يمكن الاجتماع، فبعدني شوي مكركب مو خاطر عبالي أسئلة أو شيء. مو مشكلة. طيب هلأ بس للمراجعة بدنا أكشلي بحب حد أسمع منكم أنتو شو رح تعملوا من هلأ للشهر القادم. خلينا نقول فاطمة، ممكن أنت تقولي لنا شو اتفقنا؟ سوري مدام راما ما سمعت السؤال الأخير، عم تقولي خلينا نشوف كل حدا شو بده يعمل للشهر الجاي؟ إيه ماهر فاطمة هلأ رح تجاوبنا ونرجع منأكد معك عليه. أوكي تفضلي فاطمة. يعني أنا إن شاء الله راح أحط هدف إنه تعلم خط النسخ، يعني بدي هيك بلش فيه بالشهر إنه بلكي حاول أتقنه. أوكي فهذا الهدف. الشيء الثاني إنه نحنا بدنا يكون عنا نية لأنه عندي موهبة. تمام فنحنا حكينا أول شيء إنه بدكم تحطوا هدف تطبقوه خلال الشهر. وخلال هالشهر غير إنه تطبقوا الهدف دونوا تطبيقه، يعني تعملوا مثل بلوج ولا فيديوز بسيطة تحكوا فيه انه انتو كيف تقدم هذا التطوير تبع الهدف. وممكن مو بس انه تحكوا لنا كيف عم بتطور الهدف، بس شو شعوركم وانتو عم بتطوروه، شو العقبات اللي واجهتوها بتطوير هذا الهدف، شو الشغلات اللي بدكم مساعدة فيها لانه توصلوا لهذا الهدف. فهاي بده يكون بشكل بلوجز او فيديو بلوجز تبعتوا لنا اياها او ممكن ومنحطها على المدونه تبعنا تبع ادسيد. هي النقطه اللي لها علاقه بالهدف. النقطه الثانيه هي النيه، انه انتم تنووا على شيء يومي، ممكن تختلف النيه بس، وكمان تقدروا تشاركوا هاي النيه اللي نويتوها عن طريق بلوجز وفيديوز. منصور عندك سؤال؟ رافع ايدك تفضل. لا هو مش سؤال، انت كنت سالي انه شو الاشياء اللي حكينا عنها مطلوبه. ففي الشيء رقم 2 اللي هو حكيتي عنه اللي هو الهدف والنيه، والشيء رقم 1 اللي كان بالبدايه يس اند اللي هو الامام اللي نتدرب عليها شهر كامل. شكرا انه ذكرتني، هاي كتير مهمه. وبعرف ناس، يعني في شاب باحد الجامعات اللي درست فيها عمل لحاله تحدي لمدة 6 أشهر إنه ما يقول كلمة لأ لحدا على الإطلاق. فيعني هذا لنقول نحن هلأ كأنه نحن بفيديو جيم، التحدي الأول هو إنه بس لمدة شهر تقولوا نعم وما تقولوا كلمة بس أو لأ، والتحدي المقبل إنه نطولها ونعملها لمدة 6 أشهر. ماهر عندك أسئلة؟ لا بس فكرت أنه عم تحددي أهداف جديدة غير اللي حكينا عنها. أنا أوريدي بعتت شيء كحملة عملتها من فترة
وبعتها لننشرها على مثل ما قلتي على مدونة اتسي. كتير حلو. هلأ الهدف اللي بدنا نحطه لشهر جولاي ماهر، فخلال شهر جولاي بدكم تحطوا لحالكم هدف معين وتحكوا لنا كيف عم بتطور. وبدكم هاي موضوع النية انه تصفي عادة، يعني انا كل يوم بفيق الصبح انسوا غير الصلاة واللي بيصلي وكذا، يفيق ويحط لحاله نية للنهار انه انا بهذا النهار ناوية، حتى لو النية كانت انه الابتسامة ما تفارق وشي اليوم، انا بدي يكون مبتسمة مهما كانت الظروف اليوم. أنا كان عندي هدف بدي أسأل عنه أحد الشباب اللي له العلاقة بالتكنولوجيا، بس النت قطش عندي وقت اللي كان معاز عم يحكي، فما حبيت كمان أنا أزيد عليه، فقلت بسأل آخر الشيء. أي تفضل ماهر، معنا أنس ممكن يجاوبك وعنا شباب تانيين طالعين بالتكنولوجيا، تفضل. هلا أنا بحب الكتابة، بكتب وعندي بلوج عملته أنا خاصة، يعني أنا بكتبها لحالي على اللابتوب وهيك، وخصوصاً إشي يعني كملته مع شيء بالجامعة وهيك. ف من فترة كنت مفكر أعمل بلوج، يعني يكون حساب بلوج إلي خاص ويعني خلي الناس تشوف شو عم بكتب أنا. فقالوا لي إنه بدك تعمل لك مثل بيعملوا مثل ويب سايت يعني، وبدك حدا يعني مثل يقولوا ويب ديزاينر وهيك. فأنا ما عرفت بصراحة، فتحت يوتيوب وشفت كتير بس أنا ما عرفت كيف بلشها. وعملوا لي يمكن بدك إنه ضروري يكون عندك بنك اكاونت لتعملها، فبس كنت بدي اسال عن اساسيات هالشيء اذا بيسوى هلا او اذا بيسوى لحتى ما اخذ من وقت الشباب. خليني اقول لك بلا، هذا السؤال كتير منيح وبيفيد البقيه في كذا بعد له. اول شيء اي كتابات لك ممكن ننشرها نحن على موقعنا باسمك، تمام؟ فهي منصه جاهزه لك وجاهزه للشباب والصبايا التانيين. الحدود الوحيدة إنه نحنا ما بنقدر نكتب عن شيء سياسي أو ديني، أكيد نقدر نحكي عن أكيد. أي شيء تاني. فهي أول نقطة. النقطة الثانية إنه نحنا عنا برنامج تدريبي، والمنتج تبعه إنه منساعد الشباب اللي بيشاركوا بهذا البرنامج إنه يخلقوا موقع أو يعملوا سلسلة فيديو على يوتيوب بمحلات تانية للنشر. أوكي، فهو برنامج للنشر، وأهلا وسهلا فيك والشباب التانيين اللي بحبوا يشاركوا بهذا البرنامج، اسمه Vox Visio، تمام؟ حلو. وهذا البرنامج الناتج عنه إنه إذا لقينا إنه هاي المادة نحنا منحبها ممكن نشاركك فيها ونشتغل مع بعض لنطورها ونوسعها، فهذا الشيء كمان موفر لك. المرحلة الثالثة إنه نحنا عنا كتير شركاء بالإعلام، وممكن إنه نعرض المادة تبعك عليهم، وإذا حبوا إنه يوظفوك عندهم ولا إنه يعيدوا نشر المادة تبعك ممكن إنه تنتشر بمواقع إعلامية مثل رصيف 22، مثل أراجيك، مثل مواقع تانية موجودة حاليا على الإنترنت. فهذا إن شاء الله يكون فادك وفاد البقية اللي موجودة. تمام، شكرا. العفو ماهر. ممكن راما ضيف بس شغلة صغيرة للشباب كلهم. هلأ كلكم شباب أنتوا قاعدين ببيئة معتبرينا أنه مسكرة وأنه آفاقها محدودة وإلى آخره، ما فيني أقلكم قديش مهم اللي عم بتقوله راما على موضوع تدوين مشاعركم. هذا شيء له هدفين، أولاً بكل الجلسات علم النفس وتحسين المزاج بيقولوا لك أول شيء تعمله تبدأ تكتب مثل الجورنال، وهذا الشيء على الرغم انه انا بعرف انه نحن عنا مشاكل بموضوع شو الخاص وشو العام وممكن ما نحب نحكي عن مشاعرنا، بس انت فيك تحكي عن علاقتك بمكانك وهذا بيكون شيء وارد للنشر. فيك تفتح عيوني على جانب من الحياة انا مالي شايفته لكونك انت بتشوفه من زاوية اخرى. يعني اللي انا حاسسته فيكم انكم بعضكم قاعد على كنوز ما له مقدر قيمتها، ممكن لو أعطاها للعالم يستفيد وممكن ما يكون بالضرورة. يعني خلينا نكون متواضعين أنه أنا بكتب شغلة إذا لقيت لها قيمة تنشر، ما لقيت لها قيمة بينقل لي حسنة وبتنشر بعدين. فالمهم أنه تبدو، يعني الخطوة الأولى وهي ممكن تكون واحدة من أهداف الشهر، أنه مين منكم بده يتطوع يقول لي أنا بدي أعطيكي مدونة. المدونة 10 أسطر راما بس يعني؟ لا، ممكن تكون كتير كتير وجيزة، يعني باراجراف أو قائمة كتير بسيطة. يعني إذا بتعطيكم راما فكرة عنها، إذا واحد إذا أنا عم قلك بدي تكتب 5 أسطر كل أسبوع،
ليش ليكون كتير هذا الشيء؟ هذا معناته أنت بتعمل لي 4 مدونات لآخر الأسبوع. هذا الشيء أولاً إذا كنت أنت طالب على أدسيد بفيد حملتك، إذا حملتك منشورة، لأنه إذا بتستخدم فيها كلمات، وهذا الشيء ممكن يكون موضوع لويبينار راما ممكن تكون ممكن تحضر لنا إياه أو حدا تاني، إنه بيصيروا الناس اللي بيضربوا على كلمة معينة على جوجل بيصيروا ممكن يطلع لهم حملتك، فأنت بيصيروا عندهم استعداد يعرفوك يشوفوك يتبرعوا لك. يعني فكروا دائما إنه أي شيء بتعملوه في فائدة لكم وللموقع، وبالنهاية بتعود عليكم، نحن مو جايين شيء بس يعني. تمام. ويمكن يعني أنا عندي مدونة على صفحتي الخاصة إذا بتحبوا، إذا حدا منكم بيحب إنه يطلع عليها. مثل ما ذكرت لكم رشا، يعني بترجع ل 1996، يمكن بعضكم ما بعرف انه اذا كان عم يقرا ويكتب ولا لا، وكانت في جزء منها كتير خاص وبيعالج انه فتره صعبه كتير انا مريت فيها لما مرضت، وكنت يعني مثل بين موت والحياه، وعم بكتب هاي المدونات لانه خطر على بالي انه اذا انا ما قدرت اضلني عايشه بحب يكون في شيء تاركته لاولادي يقدروا يقروه، اللي هنا وقتها كان عمرهم 2 و3. فيعني الواحد ممكن ينظر يعني أبعد من نفسه لما يكون عم بيفكر بهاي المدونات. صار في أسئلة كتيرة بدي ياكن أنتوا تحكوا، فخلينا نبلش. عمار أنت رافع إيدك، تفضل. الله يعطيك العافية. أسئلة كتيرة 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 أكتر من أنه أسألها هلأ، بس تعقيب على أنه تفضلتي قلتي أنه شو مشاركتي. يعني الصراحة الكلام اللي عم تحكوه food for thought يعني فظيع، يعني أنا ممكن قاعد عم بسمعه وعم يخطر ببالي أسئلة وعم فكر بحالي، ومثل ما عم تفضلي أنه الواحد لازم يطلع برا الكومفورت زون، أنه مو سهل. نحن عنا ثقافياً عنا هال ما أنا متعود الواحد يحكي عن حاله، يحكي أنا عملت أنا سعويت أنا كذا، اللي هو بيجي عكس كل شيء هون، لأنه أنت لازم ما حدا بيعرفك غير على قد ما أنت عم تقله. فهذا يمكن غالباً حيكون هدفي للشهر الجاي، إنه ولو حتى اجتماعياً قادر أدفش حالي هالدفشة هاي، لا أحكي شوي، هي مو شوفت حالي بس لحتى العالم تعرف إنه أنا شو يعني. فشكراً، الله يعطيكم العافية. تمام. عمار أنا رح أحط على 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 اليوتيوب تبع أدس تبع الفي آي بي فند محاضرة ألقيتها بMIT من 2 بتحكي عن المسيرة تبعي من البداية إلى الآن، يعني هي 30 دقيقة يمكن، بس ممكن تساعدك أنت كيف ترتب أفكارك عن أنت شو عم تعمل. كثير حلوة، نشارك فيه. تمام، شكرا لك. ألاء تفضلي. هاي الأشياء اللي أنت حكيتها كلها هلق كلها أنا قاري عنها كتير منيح وطبقتها، بس إنه الشيء اللي أنت عم تطلبيه لهذا الشهر هو كتدريب ولا رح يكون من ضمن الحملة ورح ننشره؟ يعني بس إنه في فرق، إنه إذا كان الحملة أكيد بدنا نشتغل عليه أكتر وأكتر، إذا تدريب نعطي أهمية كتدريب مو كحملة. اعتبري تدريب لتحسينك، وما يكون جربي ألا ما يكون في فرق بين أي شيء بتعمليه إلك ولا بتعمليه لغيرك. يعني هذا طبعاً. هذا كتير مهم، هاي الفكرة اللي أنت حكيتيها جدا مهمة. أنا لما مرضت بال 1996 أخذت قرار بعدها، لأنه كنت ماني شايفة إذا أنا رح أضلني قادرة أعيش لفترة طويلة أو لا، إنه ادمج ما بين اللي أنا بعمله لحالي واللي أنا بعمله للغير، وما أعمل شيء للغير أنا مو راضي أعمله لحالي. صحيح. فهي كتير نقطة مهمة، ونقطة يعني لازم إنه الحياة كتير قصيرة. أنا هلأ بين يوم وليلة صرت عمري 52 سنة، كيف ما بعرف. ولولا أنا أخذ هالقرار من زمان إنه أنا أعمل اللي بدي إياه، ما كنت أنا قاعدة معكم هلأ وعم بقدر إنه أخذ وأعطي معكم، كنت صرت بالدنيا تانية وعالم تاني. فكتير مهم إنه هذا الشيء تعملي. أوكي، شكرا. العفو. خديجة تفضلي، وبعدين بشار، وبعدين ننهي الجلسة، طولنا عليكم. أوكي. أنا يس إنه عندي هدف أنا عشان أمتنيت. في عبر إنه الهدف اللي أعمله لهذا إنه أقدر أخلص كل الامتحانات، أو لازم يكون هدف إنه ما خصه بالتعليم هاي.
يعني تخلصي كل الامتحانات، أوكي هذا هدف أكيد إذا بدك، بس أنا عم جرب شوف إذا فيكم أنتوا تتحدوا نفسكم، يعني تخلصي الامتحانات هذا كأنه واقع أنت عندك يا مضطرة تعمليه شئتي أم أبيتي، بس أنا عم أقول بركي لقيت لحالك هدف شيء زايد عليه، أنه مثلاً أنا كل يوم فيه وأعمل رياضة صباحية لمدة ربع ساعة، عرفتي كيف؟ يعني شيء زيادة على اللي هلأ. هلأ أنا يعني حتى قبل ما باش أحد الفيديو معكم من قبل يعني كنت عندي هالشغل إنه كم صبح في بحط هذا بدي أعمله اليوم، إنه مثلاً من فترة قررت إنه أنا صحيح بعرف ليش بس مش كتير، فقررت إنه بدي أحسن من الإنجليش، يعني وكل يوم بحضرش على اليوتيوب على الجوجل وهيك، فيعني تعود. وعندي كمان سؤال يعني أنت قلتوا اللي بنوثق الهدف اللي عملناه بدنا نحكي بدنا ندور هيك، كيف أنا كيف نفرجي الفيديو أو الصورة أو الشيء اللي عملناه؟ أنا مع مين بدنا نتواصل؟ نحن عنا منصة فيها مدونة يعني بلوج، لما تعمل الفيديوز تبعك فينا نضيفهم على البلوج تبعنا، وحنلاقي منهجية نتواصل مع بعض على هالموضوع نحكي لكم ياها هذا الأسبوع القادم، إنه كيف توصلوا لنا البلوجز بطريقة سهلة. أوكي تمام شكرا. بشار آخر سؤال عندك تفضل. بس بدي أسأل بالنسبة للكتابة، مثلا أنا بكتب كتير لدرجة إنه يعني ممكن اللي كتبته من بداية خروجي من سوريا لحد الآن ممكن بألفه كتاب من 200 صفحة، معظم اندثر راح. حاليا إذا بدي أكتب مثلا أنا أكثر شيء بكتب عن سوريا أو عن الغربة بشكل عام بعيد عن السياسة، فبقدر أنشر هالشيء وكتاباتي بتكون مطولة يعني بشكل كبير جدا، ممكن صفحتين ثلاث صفحات يعني مو أقل من صفحة أو صفحتين بتكون. سؤالي الثاني بالنسبة ليس آن، إحنا بنختار يس آن لأنه إلها تأثير على النفس ولا لإشي ثاني؟ السؤال الأول أكيد هذا اللي أنت كتبته الميتين صفحة كنز مثل ما قالت رشا، وبس بحب لكم تطلعوا على القدوة تبع الـ اقتدوا بـ 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 باليهود وكيف عملوا موضوع الهولوكوست اللي صار لهم بأوروبا، يعني صار طاغي على هوليوود وعلى مجال السينما يعني العالمية إجمالا، يعني من القصة تبعهم صار في آلاف القصص، وهن كفئة كتير أصغر كانت من الفئة السورية هلأ وقديش تأثروا. وفكروا كمان أنه الآن بعد ما صارت الكركبة السورية هوليوود كتير صارت فاتحة يديها أنه عطونا محتوى منريد نسمع منكم، وفي كذا استوديو بأمريكا، وفي يعني مو بس للتمثيليات بس للنشر الكتب وكذا، كتير عندهم شغف يعرفوا شو صار، وانتو هذا جيل اللي بده يطلع هالقصص ويحكيها لأنه انتو صلة الوصل بين سوريا كما كانت وسوريا، وانتو لسه عندكم تفاؤل الجيل الأكبر للأسف ما عنده اياه، فيعني بتجي تحكي مع حدا مثل عمي بطلب منه انه بليز اكتب كذا، ما نو قدران قد ما حاسس انه آخر حياته انصدم، بينما انتو لسه عندكم مستقبل وتفاؤل، فممكن انتو هاي اللي كتبته ممكن يطلع يصير مثل نجيب محفوظ والسلسلة الثلاثية تبعه اللي اخذ البوليتزر برايز عليها. ف يعني هاي أول جواب لأول سؤال. الثاني إنه أكيد له علاقة بعلم النفس، أكيد أنت لما تكون إيجابي الحياة بتصير إيجابية معك، يعني نحن كتير يمكن فهمانين الحياة غلط وهي خطوات بسيطة بتقربنا لفهم الحياة صح، إنه أنا لما بقول نعم و عم بفتح مجال إنه الحياة تتجاوب معي بهالطريقة، لما بقول لا بس عم سد البواب اللي ممكن إنه الحياة تتجاوب معي، فلذلك نحن عم نعمل هذا التدريب. في فيلم تركي دراما مشهور كتير لجيم كيري، الفيلم اسمه يس مان. أيوة شايفتي يس مان هو جيم كيري الشخص اللي بيقول يس لكل شيء.
بس بالأخير قد ما بيقول يس بالأخير بوقع بمشاكل بقصص كتير، بخسر حبيبته، بخسر شغله بالشركة، وبخسر شغلات كتير. بس بالأخير الناس باللقطة الأخيرة كلها بتحبه لجيم كيري، يعني جيم كيري عمل بالأخير أنقذ شخص معين ما بعرف، بس بالنهاية إنه الناس يعني بالأخير حبته لجيم كيري، إنه قال يس شغلات كتير وصار عنده أصدقاء كتير بالمجتمع بتعرف عليه، إنه ساعد فلان وفلان. فهي هي الفكرة الإيجابية اللي موضوع الإنسان لازم يكون فيها، خصوصاً بظروف هاي التعيسي والاستثنائية اللي عم تمر فينا نحن يعني. 100% وهذا يعني الفيلم دليل على إنه لما الواحد بيتبع هالأسلوب بحياته ممكن أوله يواجه صعوبة، بس بعدين يكون على يقين. يعني أنا في شغلات بتصير معي، يعني بعطيكم مثلاً مثال واحد. مرة أنا عم فكر إنه أنا مؤسسة جرامين اللي هي اللي أسسها ربحان جائزة نوبل، وهن بيشتغلوا بمجال المايكرو فاينانس، يعني القروض الصغيرة، تمويل المتناهي الصغر بيسموه. تمام. فهذا يعني أثر رهيب بمجتمعات مثل باكستان وبنغلاديش وغيره. فأنا عم فكر إنه بدي هذا الشيء أقدر طبقه هون بالعالم العربي، بس كيف بدي أوصل لهالجماعة؟ إن شاء الله بلاقي طريقة، وبدي لاقي طريقة. طلعت بطيارة بهداك الأسبوع من الكويت للإمارات، وإذ أنا قاعدة جنب شخص، مرحبا كيفك، مين أنت، أنت شو بتشتغل، أنا شو بشتغل، أنا رئيس جرامين بانك للشرق الأوسط. مجرد فكرة أنه أنا بدي قابل هذا الشخص، وهذا الشيء يعني عم قلكم يا مو حدث واحد صار معي، صاير معي آلاف المرات، لأنه ببالي هذا الموضوع كتير أنا بآمن فيه، أنه إذا نويت عشي بيصير. ومثل جيم كاري يعني ممكن أنه كتير ناس يستهزئوا من هالأسلوب بالبداية وتواجه صعوبة، بس بعدين هو الحل الأمثل. بدي وقف هون لأنه كتير طولنا عليكم، يعطيكم العافية جميعاً. يعني شو الكلمة واحدة بس على اليسمن؟ ايه بحب لكم انه يسمن، تتذكروا كان في سكتش لدوريد لحام بيسألوه شو بتقولوا، بيقوم بيجاوب مثل ما بده المختار. هذا المعنى الثاني لكلمة يسمن. نحن ما بدنا ياكم يسمن ان ومن، نحن بدنا ياكم شباب وصبايا، كل واحد منكم عنده رأيه ويقلنا يا، هذا اللي عم نحاول نطلبه بس. يعطيكم العافية شباب وصبايا، وإن شاء الله إلى اللقاء الأسبوع القادم. نحن عنا جلسة مو وبنار رشا للمجموعة، مفروض أنه يكون على الإيميل، لسه ما تحددت بس منخبرهم بالتنين أو الثلاثة ماكسيمم نكون إلنا له. تمام. فهلأ نحن إلكن علينا، إلكن علينا أنه نحن نعطيكم شو موضوع الجلسة الأسبوع القادم، وإنه نعطيكم الرابط لجلسات التدريبية تبع معاذ، ونعطيكم كمان رابط لجلسات التدريبية تبع النشر اللي ذكرها ماهر اللي مهتم فيها، وبعدين لينك للرابط تبعك. ايه والرابط تبعي هي حطيت لونيا، وانتو قلنا عليكم هدف تطبقوه خلال الشهر كله وتعملوا عنه مدونات ممكن ننشرها نحن على موقع أدسيد، وكمان إنه أنتوا تنووا كل يوم، وآخر شيء إنه لمدة شهر كامل تقولوا نعم وبدل بس ولا. وإلى اللقاء إن شاء الله. مريم عندك سؤال يعني ممكن تبعتي لنا إياه على الواتساب، لأنه خلصنا ننهي جلسة صار. لا بس بدنا اسم الكتاب والكاتب اللي أنت قرأتيه. الكتاب والكاتب أنا صير وين كتبت لكم يا باور أوف انتنشن. تمام ذا باور أوف انتنشن بالضبط. واسمه الكاتب وين داير. دام وين داير. وين داير، وبنبعت لكم إذا لقينا بالعربي. بس وشو كمان اسم الموفي؟ الموفي كمان شو اسم الموفي؟ يسمان. يسمان وهو اللي باي ذا واي عنده هو محاضرة بديعة، ببعث لكم كمان الرابط تبع المحاضرة اللي حكاها لطلاب جامعيين، هو نفس الممثل كتير فلسفته حلوة بالحياة، ببعث لكم المحاضرة تبعه. ويلا إلى اللقاء جميعا.
جيم كيري اسمه؟ أي. العافية. إيه جيم كيري. مع السلامة. يلا مع السلامة. باي باي. مع السلامة. مع السلامة.